السلام عليكم، تحية مجددة لكل مشاهدي قناة فاس تي في ام. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج شؤون الهجرة، واليوم أو حلقة اليوم هي مباشرة من الديار الإسبانية، مدينة مالاغا، وبالضبط من مكتب يعني المستشار القانوني الصديق والأخ دريس رمزي. احنا ضيف عنده اليوم، نعرفه كيفاش كيخدم ونعرفه طبيعة الحال، يعني النصائح والتوجيهات اللي كيوجهها لكل مهاجر مغربي، سواء هنا عايش بلاد المهجر أو عنده فكرة ديال أنه يستثمر أو يروج أو يعني يدير شي حاجة ما بين المغرب وإسبانيا. والحمد لله كل شيء كيعرف أن العلاقات من حسن لأحسن ما بين المغرب أو ما بين المملكة المغربية الشريفة وما بين كذلك المملكة الإسبانية. طبيعة الحال حلقة اليوم غنحاولوا ما أمكن دائما في إطار يعني السؤال على الشؤون ديال المهاجر، على المعاناة اللي كيعانيها المهاجر هنا أو في دولة أخرى. اليوم غادي نهضروا في التخصص اللي كيخدم فيه بزاف سي دريس رمزي، اللي هو يعني التأسيس ديال الشركات، كيفاش أن مهاجر مغربي يقدر يأسس شركة، كيفاش أنه كيتبعوا معاه الملف من A جوسكا زيد. يعني هذه أمور ربما المواطن المغربي أو مهاجر مغربي كيجي لنا ما كيعرف لا فين يمشي، لا فين يدق الباب، لا فين يخرج، ولا منين يدخل، ولا منين يخرج. يعني هذه أمور غنحاولوا نسولوا عليها صديقنا وصديق بطبيعة الحال الجميع هنايا في إسبانيا سي إدريس رمزي. مرحبا بنا عندك. أولا مرحبا بك سي محمد، ومرحبا بالطاقم ديال القناة. أولا تنتشرف بأنكم تتواجدون في المكتب ديالنا في مالاغا، وأنك المعاناة ديال السفر والالتحاق حلنا، فهذا شيء جميل جدا، وشيء الذي يسجل بأن على الأقل أن الإعلام المغربي يهتم بالطاقات اللي كاينة في خارج أرض الوطن، وهذا مهم جدا. نسجله كمهاجر مغاربة في الديار الإسبانية. نعم سيدي محمد، هو أنه نعم المكتب ديالنا هو مكتب كبير جدا، اللي فيه المسائل ديال ما يخص الجالية، بمعنى يخص الهجرة. فيها كاين محامي متخصص اللي هو نيستور، المتكلف بكل ما يتعلق بالهجرة والمهاجرين، والديبارتمون ديالي أنا التخصص ديالي بالضبط هو الاستثمار. نعم الاستثمار، كثير من الناس يجيو باش يستثمر، خاصة في الآونة الأخيرة، لأن على اعتبار أن العلاقات المغربية الإسبانية هي علاقات جيدة الآن، فكاين استثمار، سواء الاستثمار الذي يخص الإسبان الذين سوف يلتحقون المغرب فاحنا تكون طرف فيه، او الاستثمار اللي تيكون جاي من المغرب الى اسبانيا. فكلتا الحالتين نتدخل في هذا الامر، وتنكون واحد المحور واحد القناه اللي تنسهلوا فيها الامور ديال الاستثماريه ديال الشخص من ا كما قلتي، تزيد من تاسيس شركه من ا حتى زد، ومتابعته وحتى لا كونطابيليتي ديالو، حتى المساعده ديالو، حتى التوجيه ديالو في كل ما يخص الشركه ديالو. والهدف ديالنا كامل والشعار ديال ديبارتمون ديالي هو إلا نجح هذاك الشريك أو نجح الزبون، فأنت تنجح بطبيعة الحال أنك تستمر في العمل معه بطبيعة الحال، وبالتالي ما يمكنش تخليه في الطريق وتخوي عليه، ولا ما تهزش التليفون ولا شي حاجة. هذا تنظن من الأشياء السيئة اللي ما تنديروهاش، على اعتبار أننا خصنا نخدموا مع الناس هذو إلا فينا. واش سيدي إدريس هذا تأسيس الشركات واش هو حكر على الناس اللي هما جاوا هاجروا وجالسين هنا، أو لا واحد في المغرب بانت له يفتح شركه هنا، يتحرك، يدير لامبور اكسبور، يدير شي مشروع، وشاف راسه انه قادر يستثمر هنا في اسبانيا، ينفع راسه، ينفع ربما يخدم به حتى في المغرب ويخدم هنا. هذو بعض الاخطاء اللي الاخوان ما عارفينهاش، انه من حق الحامل جواز سفر فقط وفيزا انه يجي يدير استثمار. فين هو الاشكال؟ الاغلبيه يقول لك ما يمكنش يدير استثمار. نعم يمكن ان يقوم بالاستثمار، واحد شد فيزا توريست ويدير شركه جاي هنا بغاي يدير لامبور اكسبور، وخاصة ان لامبور اكسبور تطلبناش واحد الشخص يكون في المكازا، فوقاش نحتاجو واحد اللي خصو يكون عنده الفيزا ويتشارك مع واحد اخر اللي عنده الاوراق الاقامه. في حالات اخرى باغي ندير مطعم، باغي ندير قهوه، باغي الكونتاكت مع لي كليون، الكونتاكت مع لي كليون خصك ضروري. ولكن الا كنت انت غدير لامبور اكسبور و ا ديستونس وهذاك الشيء، من حقك دير شركه، فالشركه من حق اي واحد بغى يدير فيها الاستثمار، والشكل اللي بغى
الشكل اللي بغاه، تنقصد انه بغى يدير تجاره البيع والشراء ولا الاستثمار او التصدير والاستيراد ديال المواشي، او يبدا يديرها في مواد غذائيه، او يديرها مثلا في الاراضي وفي الفلاحه، اي شيء اللي تيشوف هو مقتنع به وعنده دراسه مسبقه هو اللي فاهم فيه اكثر منا حنا تيكون فاهم فيه، تيجيب لنا الدوسي وتيجيب لنا الفكره وحنا تناسسوا تنأصلوا الفكره معه الى النهايه. فبالتالي اللي تنأكد للاخوان الاخوات هو ان السوق الاسبانيه سوق جميله جدا وفيها استثمار هائل. الاخوان المغاربه اللي بغاو يلتحقوا فمرحبا بهم، لا شانه فقط تكون لوريونتاسيون اللي صعيبه. لوريونتاسيون شنو هي؟ هو انك تمشي في واحد الطريق اللي ماشي هي هذيك اللي انت ماشي التخصص ديالك. فبالتالي هنا تيكونوا اجراءات وتيكون شحال واحد فشل في هذه الامور، لانه منين مشى الناس اللي ما عندهمش اختصاص. فبالتالي كاين اللي قالوا له ما يمكنش دير شركه الا بحضور اللي عنده ريزيدونس. فبالتالي اللي تدير له ريزيدونس تدير له اسمه الشركه في اسمه، ولا درتو الشركه باسمو دار كلشي. يعني تبغي ترجع معطل، وهذا ملي غياسس الشركه دابا لاول مره جا غير بالفيزا واسس الشركه، اذا غتولي عنده ريزيدنس. شكون ريزيدنس؟ اي واحد جا خصو عام ديال الاستثمار، هذا عام ديال الاستثمار خصو يحقق فيها واحد الشيفر دافير معين يخدم. يخدم شركه خصها تخدم بطبيعه الحال. ملي تخدم شركه فحنا توجهوا للسلطات ديال الصرخيريه وتنقول لهم هذه الشركه هي جاهزه، ها البيلون ديالها، ها الرينتا، ها المسائل كيفاش دفعات، ها الارباح اللي عندها. فهذا الشخص هذا بغى يسافر وبغى ياخذ لا ريزيدونس فتتعطى له ريزيدونس. بالتالي هذا عنده شركه هنا ما يبقاش كل مره يمشي يشد الفيزا، خصنا نصوبوا له الفيزا، تندفعوا له من هنايا وياخذ الامور ديالو من هنايا، ولكن خص بلون بيزنس، خص بزاف ديال الحاجات. نجيو للاجراءات بطبيعه الحال، يعني هذه امور راه واضحه دابا وينتهى، لان الناس عندهم واحد الخلط كيبغي اسس الشركه وكيبقى عنده واحد التردد. دابا الحمد لله الامور كنظن ولات سهله وواضحه ومبسطه، اي مغربي عنده امكانيات وقادر كيشوف راسه انه قادر ياسس الشركه ماشي غير في المغرب، حتى خارج المغرب، يعني هنا في اسبانيا ممكن فقط بالفيزا ديالو الباسبور ديالو يجي ياسس. الاجراءات اللي كدار باش انها تاسس هذه الشركه، هذه الشركه يعني كتكون اس ال، هي بحال صار ديال اللي كنقولوا في المغرب اس ال، فقط انه الشخص اللي تيجي من الناحيه التقنيه خاص تكون عنده واحد سيرتيفيكات دني، واحد النيه تنطلبها، خاصو يفتح كونت بنكير. هذه كلها اجراءات كديروها انتم، ملي كنقولوا اجيس كازيد كيجيب لك باسبور فقط. شنو غيجيب لك؟ صيفط لنا على الباسبور. اي صيفطوا الباسبور، صيفطوا لنا بي دي اف صورته فين كاين هذا باش ناخذ جميع المواعيد. فخلال اسبوع يمكن ان يحقق كل شيء، الكرياسيون كل شيء، ويسني ويمشي، وحنا تنصيفطوا له الشركه ديالو. واخا نقولوا هذه الاجراءات اللي كيصيفطوا الباسبور، يصيفط الباسبور ديالو، فحنا تنكونوا الاجراءات التقنيه، تنديروا سيرتيفيكات النيه، تناخذوا المواعيد ديال لابونك، البنك يفتح الكونت بونكير الشخصي، من بعد خصو يفتح كونت بونكير ديال الشركه، من بعد خصنا تندوزوا للنوتير، تنديروا الكرياسيون ديال الشركه، تندفع الاوراق الى السلطات، السلطات تتعطينا موافقه ديال هاد الشركه قائمه بذاتها، تولي عندها النمرات، تولي عندها السيف ديالها، تولي عندها هذا، تنكريو، تتولي عندها وثيقه رسميه، ملف ملف كتاب ديال شركته هو، فيها كل شيء، اسمه الاسم، تيصيفط لنا خمسه الاسماء في الاول باش انا نقدروا نختار، باش انا تنختارهم الدوله واش كاين، كتشوفهم واش كاين الاسماء ولا ما كاينش. وبالتالي هادو هما بعض الاجراءات التقنيه اللي الاجراءات راه تقريبا هاد الاجراءات كاينه في كل البلاد، راه تنديروا حنا ستاتي تنشوفوا لي زوبجيكتيف ديالو. تقدروا ديروا، تقدر يكون هو عنده شي ستاتي واجد ديالو ولا كان تيسهل كتموديفيو فيه، لا كان هو تيسهل عليه تيعطيك لي زوبجيكتيف، تيعطيك لي هذا، حنا تنمشيو مع الاطار اللي بغاه هو، تنقول له واش بغيتي شركه دير فيها كل شيء ولا عندها شي تخصص. الى باغي التخصص يدير التخصص، الى بغى يدير شركه فيها نابول اكسبور يدير فيها جميع الامور، فمرحبا ما عندناش مشكل. اذا هادو اجراءات كتشوفها انت بسيطه وسهله، سهله لينا حنا، ولكن راه صعيبه لان في الاجراء حنا مع التمرون ومع الخدمه بشكل يومي وكذا وكذا وكذا، وشركه تنكريون تجينا ماشي سهله، يعني فيها واحد العمل. هو يعني خديت لابيتود ديال انك ممكن يعني ممكن يعني الاشياء يعني الاجراءات باينه عندك، واضحه كتمشي تكري الكونت، تكري كتاخذ له النيه ديالو، كتاخذ المسائل واضحه، اللي صعيب نيجاتيف هذا صافي. اللي صعيب الان هو الاستمرار، الاستمراريه ديال هذه الشركه. فهاد النقطه ديال هذه الاستمراريه شنو تيخلص الواحد باش تبقى هذه الشركه مستمره؟
لان كنعرفوا حنا الشركه مثلا في المغرب راه عندك ديكلاراسيون دو لا سي ان اس اس، عندك ضريبه، عندك بزاف ديال الحويجات. هنا في القانون ديال الخارجيه الاسبانيه شنو الخطه هذه؟ ما تنبغيش نقولها، ولكن اول منبر ولا اول نعطيهم من بين الاسرار اللي حنا تنتميزوا بها هو اننا مثلا اكتيفيو الشركه. مثلا اكتيفيو السيد ما يخلصش الضرائب كثير، كريو الشركات امور نهضيه، ملي تيبغي يدير اول اوبيراسيون تيعلمنا باسبوع او 10 ايام وتطلق له تاكتيفي. حنا تاكتيفي باش يدير الاوبيراسيون، بالتالي تيولي مع لاكتيفاسيون تيولي تيخلص شنو ربح من الشركه. اما كاين الناس اللي تيدير الشركه وتيأكتيفيها له من شهر. لا انا حتى نقطه واحده اخرى هذه مهمه اللي قلتي، ولكن انا بالنسبه انا غندير شركه في المغرب ولا ديال شركه في المغرب، عندي لا سي ان اس اس باينه هذا بزاف. الواحد باغي يكريها هنا خصو يعرف شنو غيخلص في لا سي ان اس اس، شنو غيستافد. حنا دابا الان النصيحه اللي تنصح الناس، انت كريتي شركه وماشي من الاول تخلص، الا مشيتي في الاول غادي في خساره، غادي في خساره. وبالتالي بعض الناس اللي تعطيو لي كليون تقول لهم بلات كريتي الشركه واش صافي الامور واضحه عندك، تقول لك انا بغيتي واحد شهر ولا ثلاث شهور ولا اربع شهور بما شفت السوق بما شفت لي كونتر، تقول له مرحبا. فبالتالي ما يمكنش حنا نكريو اكتيفيو في هذاك النهار، فبالتالي من النهار تصبح الامور غاده، هو ما دار حتى شي اوبيراسيون. فبالتالي تنقول له ملي غدير اول اوبيراسيون في لابور ليكسبور، كاين الناس اللي عندنا دايرين الزليج والخام، كاينين اللي دايرين الالومنيوم، كاين اللي داير مجموعه اشياء. فبالتالي ملي صافي قادوا الامور مع الشركات، شافوا البري، شافوا كل شيء، تيعلمونا حنا باش ناكتيفيو له الشركه ديالو في هذاك الاسبوع. فبالتالي من حقه انه يشري ومن حقه يبيع. هذا هو اللي زوينه باش ما يخسرش، ما تكونش عنده خسائر، لان هو تقنيا الا كنت انا غندير شركه ومن هنا واحد العام هاد غنحرك، انا بغيت نكريها. اذا الاجراءات ديال الخلاص كتبدا من اول اكتيفيتي، اوبيراسيون اي كتبدا في الاكتيفيتي، اول اوبيراسيون كتبدا في الامور ديالك تبدا تخلص. تخلص لا سي ان اس اس، شنو اخر خلاص؟ غير لا سي ان اس اس ولا لا؟ ما كاينش الامر الاولاني هو تتخلص بعدا الامور. شريتي السيلو باورو بعتيه بجوج اورو، تتخلص عليه واحد 15. المهم هذه التيبيه معروفه. اما انت لو غتخدم شي واحد باغي دير كونترا شي واحد، هنا نقاش اخر، تدير له كونترا خاصك تخلص له سي ان اس اس. سي ان اس اس عندنا ميديا خرناطة ولا خرناطة كومبليت، من داخل خرناطة 400 الشهر اللي تتخلص 480 على حساب الاكسيون، ولا خرناطة كومبليت. هذا الا كنت انت باغي تخدم شي واحد صافي وليتي انت تدخل فلوس 480 درهم ولا 480 فرنك؟ تنهضروا بالاورو 480 اورو الى دار ميديا خرناطة. فبالتالي هنا تتقوى. ولكن انا عندنا تجارب مع شركات اليوم راه هادشي راه تيبان لهم متلاشي، حيت الواحد كيدخل مازال خدم مزيان، خدام هو. لا كاين بعض الاخوان لوبجيكتيف ديالهم كان واضح وجاو تبارك الله اليوم الامور غادا مزيان، زعما صراحه اكثر من ذلك. راه عندنا التونسي الان حنا خدامين في التونسي ديالو دابا، دابا خدام في التونسي ديالو، راه جاي من النرويج يستثمر في اسبانيا، يعني في توزيع المال. بالتالي راه بدا نهضروا، تنهضروا على واحد المكتب اللي دار الثقه حتى في النرويج باش الناس يدير لهم التسليم، راه ماشي سهل. وهذا واحد السيفي تنخدموا عليه هنا. عندنا مستثمرين مغاربه اللي هما في المستوى اللي درنا معاهم السيفي ديالنا، والان اوروبي وتونسي اوروبي النرويج وغيجي يلتحق هنا باش نديروا كرياسيون ديال دونك. وانا هذا الشيء انا حضرت عليه لان سمعت المكالمه والامور سيرتيفيكات، خرجت له السيرتيفيكات نيجاتيف ديالو، السميه راه خرجت. ما عندنا ما نخبعوا ما حتى شي حاجه. فبالتالي اليوم حنا هاد السي في هذا تنفتخروا به اننا تنشغل بامن وامان، وما تنكذبوا على احد وما يكذب علينا احد، في اطار انك توصل هذاك الشريك توصلوا الى هذا. مادام اختارك خصك تكون انت في المستوى وتوصلوا الى واحد المرتبه اللي نفتخروا بها كاملين، لان عندنا الرغبه بان هاد الشركه تولي عالميه. فبالله عليك الا كانت عالميه راه السي في ديالي انا تيولي عالمي. طبيعي الحال. واخا هاد الاجراءات كتطلب شي اتعاب كثيره ولا شويه؟ على حساب، شوف سي محمد، هو على حساب الشركه، على حساب الاشخاص، على حساب الكابيتال، على حساب العلاقات. هون نكونوا عاود واقعيين، لانه على حسب مجموعه شروط تتبنى هاد المصاري. ملي غنكونوا واقعيين، الكرياسيون المنطق ديالها هو معروف هنايا في اسبانيا، واحد الثمن اللي هو كبير. حنا تنحاولوا ما امكن في الاول تنكونوا واضحين مع الزبون انه فقط غيمشي يسني، ما يتكرفص لا في كونت بانكير، ما يتكرفص لا في نيه،
ميت كان فصل اللف في الاتعاب اللي غيسافد على الشدعه الطاكسي خصو يدور خصها تصبر له يخص هادشي كله على المكتب تنديرو فقط يمشي النوطير وهذا الشيء كاين اجراءات كتعدى يعني ما شفتي هذوك الامور تتعديها تتواصل تعطيو لك 100 اورو هنا هذه 150 هنايا واحد 280 هنا واحد 80 هنا واحد لا لا كلهم مصاريف اللي خصها تتعدى بطبيعه الحال وقانونيه ما كاينش كاين فيها فاكتور فيها اللي خصنا نعطيوها اللي كل يوم باش يديكلاريها كونكور راه كريت بالتالي المصاريف هي مصاريف تتكون ملائمه واي واحد يتوقع هذيك المصاريف ملي تنقولوها له تنجبرو تيقول لك راه الثمن موالم زعما هذه بتجربتنا البسيطه تيقول لك عادي ماشي مشكل كريت توكل على الله توكل على الله توكل على الله ما عندناش مشكل في الاثمنه صراحه الاثمنه هي ملائمه جدا ان شاء الله نتمنوا التوفيق لهاد العمل اللي كتقوموا به ونتمنوا ان شاء الله انطلاقا من هاد الحلقه يكونوا زبائن زبائن ان شاء الله من المغرب علاش لا وكل التوفيق سيدي ادريس كنشكرك على هاد التوضيحات وعلى هاد العمل اللي كتقوموا به مرحبا بك في مره اخرى في مالاغا وفي طوري مولينوس وانت انسان واحد الانسان اللي وجد محترم والتعامل ديالك تيكون تعامل لانه تناقشوا وحنا خارج هذا اللقاء هذا ناقشنا مجموعة عمرها واستفدنا من بعضياتنا في أمور كثيرة جدا من ناحية الهجرة من ناحية القانونية فبالتالي حتى من الإخوان تيجيو تيكون عندهم واحد الرصيد علمي وهذا تحس بأنك أنت تستافد في الجلسة ماشي هذا وبالتالي تنشكرك جزيل الشكر على هذا اللقاء وأنكم تواصلتوا مع الجالية لأن تنحسوا بالدفء من تيجي واحد طاقم إعلامي من المغرب وجه هنا فحنا تنحسوا بالدفء صراحة تحياتي شكرا شكرا تبارك الله عليك. إذا مشاهدي قناة فاس تي في وصلنا لنهاية حلقة اليوم هنا مباشرة من مالاغا الإسبانية هم طبيعة الحال بالضبط بطوري مولينوس. تحياتي لكم إن شاء الله كنضربوا لكم موعد دائما في برنامج شؤون الهجرة وموضوع آخر ومشكل آخر ديال الهجرة. دمتم في رعاية الله إلى اللقاء.